رابع سهرات المهرجان الدولي للرقص المعاصر استعرضت على ركح بعلام بالسياحة تنوعاً فنياً امتزجت فيه الثقافة الجزائرية السورية والمجرية. هذه مشاركتنا الثانية في المهرجان الدولي للرقص المعاصر الذي يقام هذه المرة بأوبرا الجزائر، وككل مرة حضرنا عرضاً ملائماً مع شعار المهرجان الذي يحمل اسم التناغم، والعرض فيه 30 دقيقة. عروض كوريغرافية نقلت أوجاع الواقع ومواضيع نخرت المجتمعات، كلها قدمت بلغة الجسد وبموسيقى مرافقة. العرض الكوريغرافي اللي خدمناه كيفاش حتى خممنا فيه، عاد انا تما صحابنا بزاف ونعرفوا لي جان فوالا تما عندهم انرجي وما قدروش يديجاجيو الانرجي هذيك، دونك في الكوتي هذا كي يروحوا فيه يلقاو روح تاعهم غارقين معايا. وفي السوجي هذا تما كاين دي بارتي، كاين دي طابلو وين ليت في اليد وين كاين يكومباتي وشغل يكومباتي مع روحه ويكومباتي اللي معاه. العرض بعنوان ماذا لو يحكي فيه على انسان توجور يكون محير في هذه الدنيا ويطرح بزاف اسئله. فكره العرض طبعا طلعت من قصيده لمحمود درويش اسم القصيده البيت قتيلا، عم تحكي عن اجزاء البيت اللي انفقدت بسبب ما بالحرب. مقوله العرض بتقول اشياؤنا تموت مثلنا لكن لا تدفن معنا، هذا كل شيء عم نحاول نقدمه. تحت شعار التناغم تستمر أيام الطبعة العاشرة من المهرجان الدولي للرقص المعاصر، فاتحة الأبواب لتزاوج الثقافات.